طيب خلينا نروح مع حضراتكم لموضوع اخر حقيقه، يعني كان مهم جدا وناس كتير قوي كانت بتتكلم عليه وبيهمنا كلنا الحقيقه. المهندس ايمن حسام الدين رئيس جهاز حمايه المستهلك كان عمل اجتماع او عمل مؤتمر صحفي امبارح لاعلان عن اليات ضبط الاسواق خلال الفتره اللي فاتت، كمان اعلن عن مجموعه من القرارات المهمه لحمايه المستهلك وضبط الاسواق خلال المرحله اللي جايه. طبعا اهم القرارات اللي خدها جهاز حمايه المستهلك في جلسته الطارئه يوم الاربعاء الماضي كانت تخص التعامل مع تداعيات الازمه الاوكرانيه على الاقتصاد المحلي، وكان من اهمها في قرارات تخص الساده حاجزي السلع قبل يعني صدور قرار جهاز حمايه المستهلك يوم 12/4 الماضي. فالحقيقه انه جهاز حمايه المستهلك وجد انه في يعني ضرر بالغ واقع على الناس اللي سددت دفعات او اجزاء من سعر السلعه لكن استحالت النهارده تسليمهم السلع. وفي ضوء ده قرر جهاز حمايه المستهلك مجلس اداره جهاز حمايه المستهلك انه يتم رد اجمالي الدفعات اللي سددوها مضافا اليها اعلى فايده بنكيه اعتبارا من اول دفعه، يعني حتى لو سدد دفعات في الطريق هتحتسب على إجمالي الدفعات دي اعتبارا من تاريخ أول دفعة سددها مضافا إليها أعلى فايدة بنكية اللي هي 18%. أما اللي سدد كامل قيمة السعر قبل يوم 12/4 هيستلم السلعة اللي كان حاجزها بنفس السعر اللي كانت معلنة وقت الحجز. طبعا كان في قرار تاني طلع من جهاز حماية المستهلك فيما يخص بعض التحايلات اللي رصدها المرصد الإعلامي عندنا من تحايل بعض التجار في إضافة بعض الكماليات على السلع علشان يخرجوا من تنفيذ القرار اللي هو خاص بتسليم، ويمكن بالتحديد في السيارات عشان نكون أوقع، إن كان القرار ده التحايل ده تم على السيارات إن بدأ يقول هنضيف بعض الكماليات وكده نخرج بره السعر الرسمي المعلن من الوكيل، لان احنا طبعا في قرار صدر بانه بيع السيارات هيكون بالسعر المعلن من الوكيل. ففي الاطار ده ولما وجدنا ان دي تحايل عشان يرجعوا يعيدوا تاني وضع الاوفر برايس على العربيات بشكل قانوني، نظمنا الموضوع ده في حاجتين. اول حاجه ان احنا نضمن انه اي كماليات هتتضاف على السيارات ما تضرش بامن وسلامه و سريان الضمان على السيارة، ده الجزء الأولاني عشان نضمن بيها أنه المستهلك ما يتعرضش لحاجة تضر سلامته وأمنه. الجزء الثاني من القرار أن أي نوع من الكماليات هيتم إضافتها على السيارات لا تتجاوز في إجمالي هذه الكماليات 5% من كامل سعر العربية. في بعض القرارات طبعا حضراتكم تابعتوها النهارده من خلال المؤتمر الصحفي كانت بتتكلم على مد المهله على بعض القرارات زي قرار العمر الافتراضي للسلع المعمره، والقرار اللي خرج من جهاز حمايه المستهلك ان كل الاجهزه اللي تم انتاجها قبل القرار خضع للقرار، اما الاجهزه اللي كانت موجوده في السوق بالفعل قبل صدور القرار فدي ادينا لهم مدة سماح حتى 30/6 عشان يعالجوها، ويبقى بعد 30/6 كافة السلع والأجهزة المنزلية والسلع المعمرة هيكون موجود عليها العمر الافتراضي. في كمان قرار كان أخير كان يخص إن احنا فرضنا أو ألزمنا كافة الشركات المنتجة للتبغ سواء بنتكلم على السجائر أو المعسل أو ما إلى ذلك بأن هم يحطوا السعر يطبعوا السعر على علبة السجائر بطريقة إلكترونية بنظام الكيو آر، بحيث ان حضرتك من خلال اي تليفون ذكي تقدر تعرف السعر وقت لحظة الشراء. القرار ده تم الالتزام بالتنفيذ من الشركات باكثر من 80% من المنتجات اللي موجودة في السوق، ونتيجة برضو ارتباك سلاسل الامداد في الفترة الماضية في تعثر في الالتزام بنسبة 20% منحناهم فترة إضافية للتنفيذ حوالي 3 شهور من تاريخ القرار. دي تقريبا كانت أهم القرارات اللي تم اتخاذها، وبنأكد بما لا يدع مجالا للشك جهاز حماية المستهلك يمثل المستهلك المصري في كافة
التفاوضات التي تتم مع الموردين لضمان الحفاظ على أقصى حقوق ممكنة من خلال. طبعا مؤتمر صحفي مهم جدا والناس كمان كانت مستنياه، وحاجة تطمن ان جهاز حماية المستهلك مستعد ويقف بالمرصاد لكل المحاولات من جانب التجار لأي سلعة أيا كانت إيه هي السلعة دي، إن هو يرجعوا عن القرار، سواء تاجر مثلا عايز يزود سلعة أو غير كده. إحنا بنقول قرار يوم 12/4 ده قرار أي حد دفع، زي ما حضراتكم تابعتوا من خلال هذا التقرير، أي حد دفع قيمة سلعة معمرة بالكامل ليه حق إنه يستلم السلعة دي بدون أي زيادة، بدون أي مصاريف زيادة. حتى لو التاجر حاول ان هو يفرض عليك، اتصل على طول بجهاز حماية المستهلك. بعض التجار السيارات بدأوا يتلاعبوا ويقولوا لا ده في العربيات فيها مواصفات كذا او فيها اضافات او فيها او فيها، في زيادة 5% على الاضافات اللي موجودة. طب بالنسبة للناس اللي كانت بتدفع اقساط لحاجة معينة قبل 12/4 وعايزة تسترد فلوسها، برضو ده قرار مهم جدا يا جمانة، انه هيسترد فلوسه بأعلى فايدة بنكية. بأعلى فايدة بنكية. يعني المفروض انه الحقيقة في الفترة اللي فاتت زي ما تابعنا يا شاذلي في يعني ازمات اقتصادية كتير عدت في العالم كله الحقيقة، مش بس في مصر، فكان هذا القرار يعني جاي في وقته فعلا، لان في ناس بالفعل كانت ابتدت ان هي تدفع اقساط لبعض السلع او حتى العربيات، وشايفين بقى في ناس تزود وجشع بعض التجار للأسف.